بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أهلا وسهلا بكم طلاب وطالبات الصف الثالث الإعدادي مع درس جديد من دروس اللغة العربية، وموعدنا اليوم بإذن الله تعالى مع شخصية هامة جدا في تاريخ مصر. أثرت هذه الشخصية تأثيرا إيجابيا في كثير من ليس من الشخصيات الموجودة في مصر فقط، ولكن في العالم بأسره. هي الدكتورة العالمة سميرة موسى. ينبغي في نهاية الحصة بإذن الله تعالى أن تدرك أهمية السعي الجاد وأهمية العلم، وأن تتعرف على بعض النماذج المشرفة في وطنك، وأن تتخذ قدوة حسنة في حياتك. على بركة الله نبدأ. سميرة موسى، ولدت سميرة موسى في عام 1917 بقرية سينبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، وتلقت تعليمها الأولي بكتاب القرية، حيث أتمت حفظ القرآن الكريم كاملاً، وظهر نبوغها في المدرسة الأولية بالقرية، وبدأ أيضا حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض. ثم أدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة، فاتخذت قرارها مبكرا: العلم أولى من كل شيء وأي شيء. هذه الفكرة الأولى في هذا الدرس تتحدث عن مولد ونشأة الدكتورة سميرة موسى، وكم كانت هذه الدكتورة البنت العظيمة، لها مكانة ومنزلة عظمى ليست في مصر فقط، ولكن كما قلنا في العالم بأسره. بالرغم من أنها ولدت في فترة متقدمة من هذا القرن 1917، وأيضا ولدت في قرية بسيطة في مركز الغربية، فهذه الظروف الصعبة من خلال المولد ومن خلال الوقت الذي ولدت فيه يتبين أنها لن تستطيع أن تفعل شيء، وأنها مجرد فتاة صغيرة مولودة في قرية عادية، ولكن دائما ما يكون هناك عظماء يتغلبون على هذه الظروف، وكانت سميرة موسى هي من أعظم هؤلاء العظماء. تلقت تعليمها الأولي أي حصلت عليه، وتعليمها أي دراستها في كتاب القرية، والكتاب هو مكان تحفيظ القرآن الكريم بالقرية وجمع كتاب كتاتيب، حيث أتمت أي أكملت تعليمها الأولي، وظهر نبوغها أي تفوقها، وبدأ أي ظهر حبها شغفها ومضاد كرهها، ورغبتها في الكشف عن الغوامض رغبتها في أي حرصها على، والعكس رغبتها عن أو زهدها. الكشف أي التوضيح والتبيان، والغوامض هي الخفايا والأشياء غير الواضحة، ومفرد الغوامض الغامض. ثم أدركت أي علمت وفهمت، ومضادها جهلت، أن التعليم هو الهدف أي الغاية والمقصد والجمع أهداف، أولى أي أحق وأجدر، ونكشف عنها في مادة أول في باب الألف فصل الواو فصل اللام. نتابع رحلة الدكتورة سميرة موسى. ثم انتقلت سميرة موسى مع أسرتها إلى القاهرة، حيث أتمت تعليمها الثانوي،
وأصرت على دخول الجامعة أمام إصرارها، وافق والدها على قرارها. التحقت سميرة موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة، فكانت الأولى في جميع سنوات الدراسة، ثم حصلت على درجة الماجستير. نتابع باقي الرحلة. انتقلت سميرة موسى من قرية سيمبو إلى القاهرة، حيث كانت معظم مدارس الثانوية للبنات قليلة، وكان معظمها متمركز في القاهرة والإسكندرية المحافظات الكبرى. أما في محافظة الغربية ومعظمها قرى، فكان هذا الأمر سيكون صعبا بعض الشيء. ولكن انظر إلى هذه الأسرة وإلى هذا الأب الذي ضحى بقريته وبمكان طفولته ونشأته، وانتقل مع ابنته إلى القاهرة. فيا له من أب متعاون، ولكنه كان عنده بعض التحفظات على دخول ابنته إلى الجامعة، حيث أن هذا الأمر لم يكن معتادا كثيرا، فكان تعليم البنات غير منتشر بهذا القدر. فهنا أراد الأب أن يتوقف ابنته وتكتفي بهذا القدر في تعليمها عند حصولها على الشهادة الثانوية، ولكنها أصرت وألحت، فهي مؤمنة وواثقة بقدراتها وإمكانياتها، فأصرت على دخول الجامعة. وبالفعل كانت عند حسننا جميعا وعند حسن ظن أبيها عندما حصلت على درجة الماجستير بعد تفوقها المنقطع النظير في سنوات الدراسة كلها. أصرت أي صممت وعزمت على. تمام. أحمد يسأل سؤال: لماذا انتقلوا إلى القاهرة؟ أنا أجبت على هذا السؤال يا أحمد، أنها ولدت في قرية اسمها قرية سيمبو، وهذه القرية قرية صغيرة ليس بها مدرسة للثانوية، ولم يكن تعليم البنات منتشر بهذا القدر، لذلك انتقلت مع والدها إلى القاهرة حتى يمكنها من هناك أن تدخل المدرسة الثانوية ومن ثم الكلية. برافو، سؤال جميل يا أحمد، أحسن. إصرار أي عزيمة وثبات. وافق والدها، وافق يعني رضي أو قبل، ومضادها رفض. ونكشف عنها في المعجم في مادة وثاقة في باب الواو فصل الفاء فصل القاف. ثم التحقت أي انضمت وحصلت أي نالت. ثم نأتي إلى الرحلة العلمية. بعد ذلك وبعدها غادرت سميرة موسى مصر إلى إنجلترا في بعثة علمية للحصول على درجة الدكتوراه، ثم حصلت عليها في مدة 17 شهرا فقط، وتابعت دراستها من أجل الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطان، خاصة بعد أن دخلت أمها في صراع طويل مع هذا المرض. يا له من وفاء. فأنا أتخيل وأسرح بخيالي وهي دكتورة وحصلت على الماجستير من كلية العلوم ولها مكانة، والطب في هذا الوقت لم يكن متقدم بهذا القدر، وعندما أصيبت أمها بمرض السرطان فلرب ضارة نافعة، ليست نافعة لها فقط وإنما نافعة للبشرية بأسرها. أنا متخيل البنت وهي بتمر مع أمها وبتذهب مع أمها للدكاترة، وكل ما تروح لدكتور يقول لها قضاء الله وقدره، المرض اللي ملوش علاج. طيب أنا دكتورة، أنا ليه أنا ما جبلوش أنا علاج؟ ليه ما اخترعلوش أنا علاج؟ وهنا جاءت انطلاقة الدكتورة سميرة موسى، حيث قررت أن تجعل جل دراستها في استخدام الذرة الاستخدام السلمي، حيث أنها ولدت في عام 1917، فهذا الوقت
كان هناك حروب، حرب عالمية أولى منتهية وداخلين على حرب عالمية ثانية، وكان انفتاح رهيب في استخدام الديناميت واستخدام الأسلحة النووية والذرة، وتوجه عام إلى استخدام الذرة. وهنا كانت وجهة نظر للدكتورة سميرة موسى مختلفة تماما عن باقي الأفراد، حيث قررت هذه الابنة أن تستخدم الذرة مثل ما يستخدمها العالم، ولكن ليس في التخريب والتدمير ولكن في الاستخدام السلمي، الذرة من أجل السلام. وعادت بعد انتهاء مدة البعثة إلى مصر. هذه البعثة كانت إلى إنجلترا. ولا ننسى أن إنجلترا كانت محتلة مصر، وأن الاحتلال الإنجليزي كان هنا في مصر، وكان يفرض قيودا كبيرة جدا على العلماء والمثقفين، فلم يكن لهم المجال حتى يستطيعوا الإبداع. إذا لم يكن هناك أصلا مجال للطلبة أو مجال للتعليم الرجال أو مجال للفلاحين للزراعة يزرعون ما يشاءون، فكان من الأولى ألا يتيح الاحتلال البريطاني لمصر مجال للإبداع والابتكار، وخاصة الدكتورة سميرة موسى. لذلك لما لاحظوا نبوغها وتفوقها، لا دي ما تقعدش في مصر، دي تيجي عندنا انجلترا أو تروح بلدة من دول الاحتلال مثل أمريكا. فعادت إلى مصر بعد انتهاء مدة البعثة التي سافرتها إلى انجلترا، ثم حصلت الدكتورة موسى على منحة للدراسية للولايات المتحدة الأمريكية عام 1951 لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا. أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الذرة، وبخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا. يا لها من فتاة مبدعة، دكتورة عظيمة. استطاعت هذه الدكتورة أن تسافر في بعثة علمية إلى إنجلترا ثم إلى فرنسا، وهناك تخصصت في المجال الذي كنا عنه، وهو الاستخدام السلمي في الذرة من أجل السلام. وصلت الدكتورة موسى إلى نتائج أبحاث أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها. غادرت سميرة موسى، أي تركت سميرة موسى ومضادها بقيت. وانت بتحفظ المعاني ما تحفظش المعاني مجردة، إنما احفظ المعاني من خلال الجملة. اقرأ الجملة واعرف المعنى بتاعها موجود في الجملة دي علشان بعد كده تقدر تفتكره، إنما تقعد تحفظ المعاني غادرت يعني تركت تابعت يعني وصلت مكافحة يعني مقاومة، هتلاقي الموضوع هيبقى شق عليك وصعب. تابعت الدكتورة سميرة موسى الدراسة، تابعت يعني وصلت وعكسها توقفت أو انقطعت، وهو الاستخدام مكافحة مقاومة ومضاد واستسلام وخضوع. دخلت أمها في صراع طويل مع المرض، صراع يعني قتال، والمقصود عناء ومشقة صعبة مع مرض السرطان، ومضاد الصراع المسالمة والهدوء. حصلت على منحة، أي بعثة علمية، منحة دراسية البعثة علمية. ثم عادت إلى مصر، عادت أي رجعت ومضادها ذهبت، ونكشف عنها في مادة عوادة. في مدة أي فترة من الزمن، وجمع مدة مدد، ونكشف عنها في مادة مدادة. أذهلت العالم كله، أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في الأوساط العلمية في أوروبا وأمريكا. الأوساط مفردها الوسط، والمراد الجهات العلمية المتخصصة. وكانت تأمل أن تسخر علومها في الذرة لخير البشرية وليس لهدمها. فدعت إلى عقد مؤتمر، شوف بقى العظمة تتجسد في الدكتورة سميرة موسى. لم تنسى الدكتورة سميرة موسى مصر بلدها. فدعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الذرة من أجل السلام، حيث شارك فيه كبار العلماء من شتى بقاع الأرض. ذهبت سميرة موسى إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها
دعت الدكتورة سميرة موسى إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الذرة من أجل السلام، حيث شارك فيه كبار العلماء في شتى بقاع الأرض. وقفت الدكتورة سميرة موسى في المدرج اللي كانت بتدرس فيه في كلية العلوم جامعة القاهرة، وأجلست علماء العالم كلها أمامها وكأنهم تلاميذ عند الدكتورة سميرة موسى، وبدأت تعرض عليهم وتشرح لهم ما توصلت إليه من أبحاث. ثم ذهبت سميرة موسى مرة أخرى إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها. ما هي قضية البلاد؟ هذه الجملة تكررت، أرادت أن تعرف الشعب الأمريكي بقضية بلادها. فما قضية بلادها التي كانت تريد أن توصلها الدكتورة سميرة موسى إلى أمريكا أو إلى الشعب الأمريكي؟ قلنا أن الدكتورة سميرة موسى كانت عالمة مخلصة جداً إلى بلدها الحبيب مصر. فلما ذهبت الدكتورة سميرة موسى كانت لا تترك مؤتمراً صحفياً ولا دولياً ولا علمي إلا وتحدثت عن الاحتلال البريطاني والإنجليزي لمصر ومساوئ هذا الاحتلال على الشعب المصري والمعاناة التي يعانيها الشعب المصري في ظل هذا الاحتلال. وكانت هذه هي قضية بلادها الأولى التي كانت تدافع عنها دائما وأبدا الدكتورة سميرة موسى. ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها وواصلت أبحاثها في الذرة وتبادلت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات واطلعت على أحدث ما وصلت إليه أبحاث الذرة هناك. كانت تأمل يعني ترجو وتتمنى أن تسخر يعني تهيئ وتذلل عقد مؤتمر دولي يعني إقامة وعكسها هدم تحت شعار يعني علامة مميزة وجمع شعار أشعرة وشعر وشعارات أشعرة وشعر وشعارات شتى أي مختلف، والمقصود أو الجمع شتيت في ونكشف عنها في مادة شتاتا في شتى بقاع الأرض، بقاع أي مناطق ومفردها بقعة، لاستكمال يعني لمواصلة وإتمام دراستها. واطلعت على الأبحاث، اطلعت يعني قرأت وتعرفت. وفي أغسطس في 1952 أعلنت إحدى الصحف المصرية نبأ وفاة الدكتورة سميرة موسى، حيث هوت سيارتها فجأة من قمة جبل وماتت. ولم تنس مصر ابنتها العظيمة، فقد قامت تكريم الدكتورة سميرة موسى، منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات لإسمها طبعا لأنها كانت قد توفيت بالفعل، وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1981، وأطلق اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وتقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها عام 1998 ميلادية. كان هذا تكريم مصر للدكتورة سميرة موسى. ولكن أريد أن أتوقف اللحظة مع وفاة الدكتورة سميرة موسى. والله يعني في سؤال، إزاي عربيتها وقعت من الجبل كده من غير سبب؟ يعني طبيعي إن ده سؤال منطقي، أنا كنت لسه على الجزء ده، يعني ده سؤال منطقي. طبعا لا يمكن ان اليهود يتركوا شخصية زي الدكتورة سميرة موسى يكون لها دور مؤثر في العالم كله، دكتورة عالمة مصرية مسلمة قادرة ان هي توجه خريطة العالم كله من الخراب والتدمير اللي بني اسرائيل عايزين يعيشوا العالم كله فيه الى السلم والهدوء والامن والامان والاكتشافات العلمية. فطبيعي ان هم ما كانوش يسكتوا على شخصية زي دي وغيرها من الشخصيات المصرية العظيمة زي الدكتور يحيى المشد وغيرها، شخصيات كانت شخصيات مؤثرة جدا في مجال الذرة، وكادت أن تحدث طفرة في العالم كله في مجال الأدوية والاستخدام السلمي في مجال الذرة. ولكن ما كان لليهود أن يتركوا شخصية مثل الدكتورة سميرة موسى والفكر الصهيوني، لا بد من قتلها يعني، وده طبعاً نوع لازم كان يلزم يحصل يعني. نبأ أي خبر وجمعوها أنباء، هوت سيارتها أي سقطت سيارتها، ونشف عنها في مادة هواية، فجأة من غير توقع
على قمة جبل، قمة أعلى الشيء ومضادها السفح أو القاع، وجمع قمة قمم. على قمة جبل منحها الرئيس، منحها أي أعطاها، وعكسها حرمها. وسام أي قلادة تعلق على الصدر، الوسام قلادة تعلق على الصدر وهي النيشان، وجمع وسام أو سمة. الطبقة أي المرتبة أو الدرجة، وجمع طبقة طبقات. إنشاء أي إقامة. ونأتي هنا إلى المناقشة، أهم الأسئلة التي وردت في الدرس. تحدث عن نشأة الدكتورة سميرة موسى. ولدت سميرة موسى في 1917 بقرية سيمبو التابعة لمركز زفتة بمحافظة الغربية، وكما كنا تلقت تعليمها الأولي بكتاب القرية، حيث أتمت حفظ القرآن الكريم، ثم التحقت بالمدرسة الأولية بالقرية. ومتى ظهر نبوغ سميرة موسى وحبها للعلم؟ ظهر منذ اللحظات الأولى في المدرسة الأولية بالقرية، حيث ظهر حبها الشديد للعلم والمعرفة ورغبتها في الكشف عن الغوامض. ما الذي أدركته سميرة موسى وماذا قرر؟ أدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة، ولذلك قررت أن يكون العلم هو أول اهتماماتها ولا يعلو عليه شيء. ما المقصود بأن العلم هو الهدف والرسالة والحياة؟ هو هدف يجب على كل إنسان أن يسعى إليه من أجل تحصيله والنبوغ فيه، وهو الرسالة التي يحملها العالم فينشر بها الخير والسلام في كل أرجاء المعمورة، وهو الحياة التي تحرك الكون وتطور العالم، وبدون العلم يصبح الكون بلا روح أو حياة. ياريت لو ناخد سكرين شوت من الشريحة دي، مهمة جدا، وخاصة السؤال رقم 4. تلقت سميرة موسى تعليمها الثانوي وعلى أي شيء أصرت؟ قلنا أن انتقلت سميرة موسى مع قريتها إلى القاهرة، مع أسرتها إلى القاهرة، وأتمت تعليمها الثانوي وأصرت على دخول الجامعة، وأمام إصرارها وافق والدها على قرارها، وهذا يدل على أنها كانت شخصية قوية عندها إصرار وتصميم وتؤمن بقدراتها وإمكانياتها. أما الأب فكان متفهم وواعي، وإن كان عاند بعض الشيء لأن هذا الأمر لم يكن منتشرا بنسبة كبيرة في قريته أو في البنات عامة في ظل الاحتلال البريطاني لمصر. تحدث عن مشوار سميرة موسى العلمي منذ أن كانت في الجامعة. التحقت أولا سميرة موسى بكلية العلوم جامعة القاهرة، فكانت الأولى في جميع سنوات الدراسة، ثم حصلت على درجة الماجستير من الجامعة. ثم غادرت سميرة موسى مصر إلى إنجلترا في بعثة علمية للحصول على درجة الدكتوراه، وحصلت عليها في مدة 17 شهرا فقط. ثم بعد ذلك عودتها إلى مصر بمدة، حصلت على منحة دراسية في الولايات المتحدة الأمريكية في 1951 لدراسة الذرة بجامعة كاليفورنيا. ويريد برضو ناخد سكرين شوت كده من الشريحة دي، لأن دي بتلخص مشوار سميرة موسى العلمي الذي نبغت. ما المجال الذي تخصصت فيه سميرة موسى؟ تخصصت الدكتورة سميرة موسى في الاستخدام السلمي للذرة في مكافحة مرض السرطان الذي عانت منه أمها طويلا. ما أثر نتائج أبحاث الدكتورة سميرة موسى على العالم، وما الذي كانت تأمله؟ طبعا الدكتورة سميرة موسى أذهلت العالم كله بنتائج أبحاثها في مجال الذرة، وخاصة في الأوساط العلمية في أمريكا وأوروبا. وكانت الدكتورة سميرة موسى تأمل أن تسخر أبحاثها في الذرة لخير البشرية وليس لهدمها. ما الذي دعت إليه الدكتورة سميرة موسى ولماذا؟ الدكتورة سميرة موسى دعت إلى عقد مؤتمر دولي بكلية العلوم تحت شعار الذرة من أجل السلام، حيث شارك فيه كبار العلماء في شتى بقاع الأرض، ودعت إلى هذا المؤتمر لتبين دور الذرة في نشر السلام والحياة في العالم. السؤال العاشر، لماذا عادت سميرة موسى إلى أمريكا مرة أخرى؟
عادت إلى أمريكا لاستكمال أبحاثها ولتعريف الشعب الأمريكي بقضية بلادها، وواصلت أبحاثها في الذرة وتبادلت الأفكار مع الأساتذة في الجامعات، واطلعت على أحدث ما وصلت إليه في مجال الذرة هناك. كيف كرمت مصر الدكتورة سميرة موسى؟ أو هل نسيت مصر ابنتها العالمة الدكتورة سميرة موسى؟ طبعا منحها الرئيس الراحل محمد أنور السادات وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عام 1981، وأيضا أطلقت الدولة اسمها على إحدى مدارس وزارة التربية والتعليم بقريتها، وأيضا تقرر إنشاء قصر ثقافة يحمل اسمها في قريتها في عام 1998، وأيضا من خلال مشاريع تحيا مصر في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تم عمل محور كامل يحمل اسم الدكتورة سميرة موسى، وكنت أتمنى أن يوضع في المناهج مع تطوير المناهج، وأعتقد أنه سوف يوضع في العام القادم إن شاء الله. تدريبات ما مرادف أدركت فهمت وعلمت ومضاد إصرار استسلام. ما الذي أدركته سميرة موسى وأين تعلمت؟ أدركت سميرة موسى أن العلم هو الهدف والرسالة والحياة. وأين تعلمت؟ تلقت تعليمها الأولي في كتاب القرية. في أي مجال تخصصت سميرة موسى ولماذا؟ تخصصت الدكتورة سميرة موسى في مجال الذرة، أو بالأخص في الاستخدام السلمي للذرة من أجل السلام. ولماذا؟ لأن أمها ماتت بعد صراع طويل مع هذا المرض. كيف ماتت سميرة موسى؟ أعلنت إحدى الصحف المصرية في عام 1952 نبأ وفاة الدكتورة سميرة موسى بأن سيارتها وقعت أو هوت من قمة جبل. أيضا تدريب آخر هناخد ده سكرين شوت عشان نحله واجب، ودي قطعة من واقع الامتحانات كانت في محافظة البحر الأحمر في عام 2018. وده درب نفسك دايما انك تحل على الدرس اللي انت هتحله، هات كتاب يكون في الامتحانات السابقة وابدأ تدرب عليها تدريب كويس. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية حصة اليوم. كان معكم أستاذ محمد معروف، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.